انا ماشي يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ فلوس. عينيا الاثنين. اتفضلي. مع السلامه. الله يسلمك. يا دي الغلب. واحد اسمه فلاديمير نابوكوف. عن اذنك. هلو. اهلا. مين دي؟ دي بريجيت باردو. سيبك منها. دي اختك؟ ايوه. كويس، عرفت اتنين من العيله. دي بقى فاهمه نفسها فاتن حمامه. هي ممثله؟ عايزه تبقى ممثله. تعرفي انا حبيت اليوجا خالص، حبيتها قوي. دلوقتي هعمل تمرين جديد ومش حابب اكلمك. ليه بقى كفاله الشر؟ في تمرينات معينه في اليوجا لما الواحد يعملها ما يتكلمش خالص. افرضي واحد قال لك كلمة بايخة وانت بتعملي التمرين ده، ما تجيش عليه؟ حتى لو شتمك؟ عال، شوفي بقى، أنا أكون سعيد جدا لو تيجي معايا السينما، إذا كنت من اللي بيزوغوا من الكلية نروح من 10 لواحد، وإذا كنت بتحب تسهري نروح من 9 ل 12. إيه رأيك؟ بيقولوا السكوت ده علامة الرضا. عجبتك حفلة سهير امبارح؟ جينين. صباح الخير. صباح الخير. اتأخرت عليكم شوية؟ اتأخرت كتير. أصلي سهرت امبارح. سهرتي فين؟ ابتدينا في الأوبرج لغاية ما حطبناه، وبعدين جينا كملنا هنا في أطلس. أما كان في مجموعة كبيرة من الفنانين والصحفيين. عارفة مين اللي قاعد هنا؟ مين؟ يوسف حسين مخرج السينما. صحيح. لما تكبر البنت تحس بشعور غريب جدا نحو الست الغنية اللي بتشتغل عندها، وبعدين الست تشوف الحسنة اللي على كتفها فتعرف انها بنتها. وايه اللي كان فراهم عن بعض؟ ايه اللي كان فراهم عن بعض؟ ما قلتلك اللي فرقهم عن بعض الداية بدلت الطفلة يوم ولادتها وحطت بدلها بنت ناصر العزمة. يا اخي الموضوع ده اتعمل 100 مرة، شوف لي موضوع جديد، موضوع واحد جديد. سناء ميرسي. بيقولوا على يوسف ده انه مكتشف الوجوه الجديده. ده لو شافك 100% هيكتشف. اسمع، في موضوع تاني لسه جديد شايفه امبارح في سينما كايرو بالاس. الموضوع ده ممكن اقتبسه بسهوله. اسمع، انا عايزك تألف لي سيناريو صغير. سيناريو صغير. اتنين قاعدين في حته زي دي، واحد وواحده، ازاي يتعرفوا ببعض؟ خد عندك يا سيدي، ممكن يتنقل الترابيزه اللي جنبها. في واحد محترم يعمل كده؟ بلاش، عندك حق. يطلبها للرقص. اذا كان مفيش مزيكا يا استاذ هيرقصوا ازاي؟ جات لي فكرة. اسمع. أنا اللي جات لي فكرة. ما دام الحكاية اقتباس، أنا شفت مشهد في فيلم مصري هقتبسه. جاي لك حالا. تليفوني مادمازيل.
ليه أنا؟ أيوه. عن إذنك. اتفضلي. أما عليها فش ولا بلمعة. ألو؟ أهلا. مين اللي بيتكلم؟ أنا الحظ. حضرتك اسمك الحظ؟ الحظ ابتسم لك يا أم وزير. أنا يوسف حسين المخرج السينمائي. صحيح. أهلا وسهلا. دي فرصة سعيدة جدا يا أستاذ. أنا شفتك من شوية في أوتيل أطلس، ما حبيتش أكلمك شخصيا، قلت يمكن تكسفني، فلما رحت المكتب كلمتك من هناك. أنا عندي دور مهم قوي علشانك. تحبي تمثلي في السينما؟ قوي قوي، يا ريت. أقدر أشوفك إمتى؟ بتقول إيه؟ التليفون لازم فيه حاجة، مش سامعة صوتك كويس. بقول أقدر أشوفك إمتى؟ أي وقت يعجبك. ممكن تجيلي بكرة مكتبي؟ ممكن قوي. الساعة كام؟ الساعة 11 الصبح. خلاص، هجيلك الساعة 11. مع السلامة. الله يسلمك. ألو؟ ألو؟ ممكن تخلي الميعاد 12؟ زي ما يعجبك. الساعة 12. متشكرة. أورفار. أورفار. نسيت تقول لي مكتبك فين؟ في استوديو الأهرام. ميرسي. أهلا وسهلا. نورت شبرا الخيمة كلها، منورة بوجودكم. أنا أعرف المرحوم والدك من 30 سنة. ده كان راجل بمعنى الكلمة. الله يرحمه كان راجل بمعنى الكلمة. ده سبعاوي لما عرف إن إحنا جايين نشوف اسم الله عليها فوزية، انبسط قوي. مش كده يا سبعاوي؟ سبعاوي. أبي سبعاوي ما بيتكلمش عشان بيتكسف. ده هيتكسف من ايه؟ ده احنا بكره هنبقى عيله واحده. مش كده يا سي سبعاوي؟ اصل والنبي يا اختي لا يعرف سهر ولا خروج، حتى السينما ما بيروحهاش. يا سلام، ما تحبش تروح سينما؟ ابدا. الو. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا باشمهندس؟ المكنه الجديده هنشغلها بكره. عند النياب لمدير الاسم السيان. طبعا بمكنه عظيمه جدا. لا 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 لا، مفيش اختها هنا خالص. امال نيل المال طبعا طبعا طبعا. كويس جدا، هنجربها بكره الصبح ان شاء الله. مع السلامه. انتوا ركبتوا مكنه جديده في مصر حضرتك؟ ايوه. هو المصر بعيد؟ لا جميل. ممكن اشوفها؟ هي لسه ما اشتغلتش، لكن لو تشرف سيادتك بكره ممكن تتفرج عليها. أنا عارف إن النهاردة إجازة والمصنع قافل، لكن لو خدتني عشان أشوفها مش هنسالك الجميل ده طول حياتي. خدلي والنبي عشان خاطري. أنا تحت أمرك. ما بلاش دلوقتي يا سبعاوي، هو ده وقته. أنت مش سامعة إنها مكنة جديدة؟ اتفضل. لا مؤاخذة. اتفضل. مش عارفة إيه حبه ده كله في المكن. الظاهر إنه بيهتم في شغله قوي. قوي قوي. هو ما بيهتمش بحاجة تانية أبدا. لا بيهتم برضه، والبركة فيك أنت بقى، أنت اللي تدردحيه. متركبه غلط. نعم متركبه غلط. ممكن دول مهندسين من اوروبا هم اللي ركبوها وشغلوها، مش كده؟ ايوه جربوها. تمام، لكن لو اتركبت صح
ضاعت انتبه ازاي ده؟ انا بقول لسيادتك كده، هي كل الحكايه ان فيها بعض اجزاء متركبه غلط، انا هصلحها. مش ضروري دلوقتي يا سيدي، بكرة. وليه مش الوقت؟ انا هصلحها بكرة نجربها وتم. يا سيدي مش هتاخد مني ساعة واحدة. اجري في حتك، اجري في حتك. حاضر. شرفتونا. الله يشرف مقدارك. نورتونا. تنورك انت وتنور. تحبوا تشربوا حاجة ساعة؟ متشكرين يا ست عنايات. عشرة. اتفضل عشرة. ليه؟ 27. 27 في غرفة. 30. 30. Thank you.